فيلمنا بيبدأ مع الطفلتين إيما وليف لما راحوا مع أهلهم لفندق بلازا في شهر يونيو عشان يتغدوا في المطعم اللي هناك، وبعدها شافوا حفل زفاف، ومن يومها وهما بقوا مستنين يكبروا عشان يلاقوا الشخص المناسب اللي هيكملوا معاه حياتهم ويتجوزوه ويعملوا فرحهم في نفس الشهر نفس المكان. وبتعدي السنين وبيكبروا البنتين وبيوصلوا لسن 26 ولسه أصحاب جدا ومع بعض في كل حاجة وبيتشاركوا نفس الأمنيات. وبنشوف ليف اللي بقت محامية شاطرة في شركة كبيرة وبتقدر تقنع العملاء إنهم تبقى تمسك لهم القضايا بتاعتهم بسبب ثقتها في نفسها. أما إما بتشتغل مدرسة، وفي يوم بتروح المدرسة وبتقابل صاحبتها دب اللي دايما بتستغلها وبتخليها تعمل لها شغلها، لأن إيمي خجولة ما تقدرش ترفض ولا بتقدر تقول لها لا. وبعد ما بتخلص إيمي شغلها بتروح تقابل ليف وبتحكي لها عن دب واللي بتعمله معاها، وبتنصحها ليف إنها تاخد موقف وما تعملش ليها أي حاجة تاني. وبعدها بيروحوا البيت ليف اللي بتفاجئ إيمي بتكون جايبة لها فستان هدية، وبالصدفة وهما بيرتبوا الهدوم بيقع من الرف علبة فيها خاتم جواز، وبتفهم ليف إن حبيبها دانيال اللي جايبه لها عشان يتقدم لها ويخطبها، وبتفضل تتنطط من الفرحة وبتبقى عايزة تفتح العلبة وتشوف الخاتم، لكن إيمي بتمنعها وبتاخده منها وبتقول لها إن الأحسن تشوفه لما هو يقدمه لها. وبالليل بيخرجوا عشان يقابلوا أصحابهم، وبتأكد إيمي على ليف إنها ما تقولش لحد حاجة عن الخاتم وتستنى لما دانيال يطلب منها الجواز، لكن ليف ما بتقدرش تخبي، وأول ما بيوصلوا بتقول لكل أصحابها إن دانيال خطبها، وبيفرحوا كلهم ويباركوا لها. لكن ليف بتحس إنها متضايقة وبتخرج برا المكان، وبتخرج وراها إيمي وبتحاول تواسيها لأنها بتبقى زعلانة إن باباها ومامتها مسافرين مش عايشين معاها وما يعرفوش حاجة عن حياتها ولا شغلها. وبتقول لها إيمي إنها مش هتسيبها وهتبقى وصيفة ليها يوم فرحها. وبعدها بتسيب إيمي صاحبتها وبتقابل حبيبها فليتشر، وبيكون عامل لها مفاجأة وبيبقى مخبي خاتم الجواز جوه قطعة حلوة وبيتقدم لها للجواز، وبتبقى فرحانة جدا وبتتصل بسرعة بكل صاحبتها وتحكي لهم، وأولهم ليف اللي بتقول لها إنها اتخطبت وبتوصف لها الخاتم بتاعها. وبيتقابلوا تاني يوم، وبتطلب إيمي من ليف إنها تروح معاها عشان يقابلوا ماريون ودي أشطر منظمة لحفلات الزفاف عشان تحجز لها فرحها في فندق بلازا اللي كانوا بيحلموا بيه. ورغم إن ليف بتفرح لها إلا إنها بتبقى متضايقة لأن لحد دلوقتي دانيال لسه ما قالهاش حاجة ولا قدم لها الخاتم اللي هي شافته. فبتقرر ليف إنها تروح له بنفسها لشغله، بتقول إنها شافت الخاتم في الدولاب وبتسأله هو ليه ما تقدم لهاش، وبتقول إنها بتحبه وعايزة تتجوزه، فبيقول لها إنه كان ناوي يقابلها بالليل ويطلب منها الجواز، لكن هي ما استنتش وفعلا بيقدم لها الخاتم، وبتنبهر ليف بيه وبتوافق إنها تتجوزه. وتاني يوم بتروح ليف وإيمي مع بعض الماريون منظمة حفلات الزفاف عشان يحجزوا فرحهم، وبيقولها إن هم أصحاب وكل واحدة فيهم هتكون وصيفة للتانية يوم فرحها، وعشان كده هم عايزين فرحهم يكون في يومين مختلفين عن بعض في شهر يونيو. وبتقول لهم ماريون ان هم محظوظين عشان جم عندها، ان هي الوحيده اللي تقدر تحجز لهم في المكان اللي بيحلموا بيه وتعمل لهم فرحهم زي ما هم عاوزين. وبتقول لهم ان هي عندها 3 مواعيد بس فاضيين في شهر يونيو، وبيكون منهم ميعادين يوم 6 وميعاد يوم 27. وبتختار ليف انها تاخد اول ميعاد في يوم 6 لان ده نفس اليوم اللي اتجوزوا فيه باباها ومامتها، اما إيمي فبتاخد ميعاد يوم 27. وبعدها بيتكلموا معاها عن تفاصيل حفله الزفاف والحاجات اللي هم عاوزينها لحد ما بينتهي ميعادهم وبيمشوا. وبتكون في عروسة بعدهم جاية تقابل ماريون، وبيروحوا البنتين وهم فرحانين جدا لأنهم هيحققوا حلمهم اللي كانوا بيتمنوه من 20 سنة ويتجوزوا في نفس الشهر وفي نفس المكان. وفي الوقت ده بيكون باقي على ميعاد الفرح 3 شهور ونص، ودي تعتبر فترة قصيرة بالنسبة لتجهيز حفلة زفافهم. وبتروح إيمي وليف عشان يختاروا فستان الفرح، وهناك بتشوف إيمي فستان وبيعجبها لكنها بتبقى واخدة قرار إنها تلبس فستان مامتها، فبتعرض على ليف إنها تقيسه وخصوصا إنه بيبقى عاجبها هي كمان، وفعلا بتقيسه ليف وبتقرر إنها تشتريه، لكن فرحتهم ما بتكملش وبتتصل بيهم ماريون وبتقول لهم ان عندها خبر وحش، وهو ان السكرتيره بتاعتها حجزت يوم 27 بالغلط لعروسه ثانيه، وبكده بيكون يوم 6 بس اللي فاضي وهيكون فرحهم هما الاثنين في نفس اليوم. وطبعا بيتصدموا من اللي بيسمعوه، وبتطلب منها ليف انها تتكلم مع العروسه الثانيه وتحاول تقنعها تبدل معاها اليوم، لكن ماريون بترفض وبتقول لهم ان سياسه الخصوصيه اللي بتتبعها في شغلها تمنعها انها تقول لهم اي تفاصيل عنها، وما بيكونش قدامهم غير انهم يستنوا المساعده بتاعتها بره المكتب ويحاولوا يعرفوا منها عنوان العروسه دي. فعلا بيعرفوا عنوانها وبيراقبوها بيقدروا ان هما يوصلوا لها، وبيحاولوا يقنعوها انها تتنازل عن يوم 27 باي شكل، لدرجه ان ليف بتعرض عليها انها تاخد فلوس، لكن البنت ما بتوافقش وبتهرب منهم، وبيفضلوا يطاردوها لحد ما بيطردوهم من المكان، وبيبقوا محتارين هيعملوا ايه، وبيفضلوا يفكروا لحد ما بيوصلوا للقرار ان لازم واحده منهم تتنازل عن انها تعمل فرحها في البلازا، وبيتفقوا ان مفيش حد فيهم يعمل اي حاجه لحد ما يوصلوا لحل ويشوفوا مين فيهم اللي هتقرر تتنازل وتتصل بالثانيه تقول لها. لكن بيعدي اسبوع ومفيش حد فيهم بيتصل بالثاني، وبتحكي ليف لاخوها نيت اللي بيقول لها ان هم ممكن يعملوا فرح واحد ثنائي في نفس اليوم، وبيروح يعرض الفكره على إيمي لكنها بترفض وبتقول انها كانت مستنيه اليوم ده من سنين وعايزاه يبقى يومها لوحدها، مش عايزه تشارك حد حتى لو كانت اقرب صاحبه ليها. وفي يوم بتخرج ليف مع خطيبها دانيال عشان يختاروا دعوات الفرح، وبتجيله مكالمه من فليتشر خطيب إيمي، وبيطلب منه انه يتقابلوا، وبيعرف منه فليتشر انهم بيختاروا دعوات الفرح. وفي نفس الوقت بتوصل إيمي وبتقول لفليتشر انها فكرت كويس وقررت تتنازل عن اليوم ده ليف عشان ما تخسرهاش، فبيفرح وبيطلب منها تكلمها وتبلغها، وبيقول لها انه كان لسه مكلم خطيبها وعرف ان هم مع بعض دلوقتي عشان بيشوفوا دعوات الفرح، لكن
يمكن بتكون دي صدمة كبيرة لإيما لأنها فكرت تضحي عشان تفرح صاحبتها، وفي نفس الوقت ليف أخذت خطوة وعملت الدعوات رغم إنهم كانوا متفقين ما يعملوش أي حاجة لحد ما واحدة فيهم تتصل بالتانية، وده معناه إنها ما فكرتش حتى إنها تتنزل لها عن اليوم. وبتقرر إيما إنها تعند معاها وتعمل فرحها في نفس اليوم، وبتكتب إيميل فيه ميعاد فرحها وبتبعته لكل أصحابها مع ليف. وفي يوم بيخرجوا مع أصحابهم وبتعرف ليف بالإيميل اللي بعتته إيما وبتتصدم من اللي عملته. ولما بتوصل إيما بيتخانقوا مع بعض، وبتقول لها ليف إنها طول عمرها ما كانش عندها شخصية، أما إيما بتتهمها إنها أنانية بدليل إنها اختارت يوم 6 من غير ما تاخد رأيها الأول. وبيكون كل ده قدام أصحابهم اللي مش بينحازوا لأي واحدة فيهم، وبتبدأ كل واحدة فيهم تدور على وصيفة ليها من أصحابهم القدام أو من قرايبهم لكنهم ما بيلاقوش. وفي الآخر بتقرر ليف إنها تختار المساعد بتاعها بدل الوصيفة، أما إيما فبتروح لدب زميلتها في المدرسة وبتطلب منها تكون وصيفة ليها، وبتشجعها إنها تساعدها في الشغل وهتعمل لها كل اللي هتطلبه منها، فبتوافق دب. وهنا بتبدأ منافسة بين ليف وإيما، وكل واحدة بتبقى عايزة تعمل فرحها أحسن من التانية عشان تبهر الناس أكتر، وكمان بيبقوا عايزين يبوظوا فرح بعض. وفي يوم بتقول ديب لإيما إن هما ممكن يبعتوا ليف حلويات كتير عشان تتخن والفستان بتاعها ما يجيش على مقاسها، فعلا بيعملوا كده وبتاخدهم ليف، وبتفتكر إن خطيبها هو اللي بيبعتها ليها، وبتفضل إيما تبعت لها كل يوم شوكولاتة وحلويات، وبتبقى ليف بتاكل منها من غير ما تحس إن وزنها بيزيد، لحد ما في يوم عرفت من دانيال إن مش هو اللي بيبعتها، لكن بعد ما كانت تخنت وفستانها بقى ضيق جدا عليها. لما اتأكدت إن إيما هي اللي عملت فيها كده قررت إنها تردها لها، وبتبعت لها هي وخطيبها مدرب فاشل عشان يدربهم على الرقص. وبتتعصب إيما فبتنزل إعلان الخطوبة في الجورنال، وبتحط ليف صورة ليها وهي صغيرة وبيبقى شكلها وحش فيها. وتاني يوم بتروح ليف تقابل أصحابها في النادي وبتقول لهم إن إيما حددت ميعاد بسرعة لأنها حامل، وبتفضحها وسط أصحابها. لما بترجع إيما البيت بتلاقي أصحابها بعتن لها هدايا للبيبي، وبتعرف إن ليف اللي قالت لهم كده، فبتروح للكوافير اللي بيصبغ لها شعرها وبتدخل من غير ما ليف تشوفها وبتبدل لها صبغة شعرها باللون الأزرق عشان تبوظه لها وشكلها يبقى وحش في الفرح. وفي الوقت ده بيكون مش باقي على الفرح غير أسبوع واحد بس، بتروح ليف تسرق من إيما ألبوم الصور بتاعها وتبدله بواحد تاني. وتاني يوم بتروح الشغل متأخر وبيبلغها المساعد بتاعها إنه في اجتماع لعملاء مهمين جدا في المكتب ولازم تحضره، وبتدخل ليف الاجتماع بشعرها الأزرق وبتكون لابسة لبس غريب وبتفقد أعصابها بسبب اللي بيحصل بينها وبين إيما، فبيستبعدها مديرها وبيخليهاش تمسك القضية. وبعدها بترجع ليف البيت وبتفضل تعيط وبتحس إنها مفتقدة إيما لأن ملهاش صاحبة تانية غيرها، وبيحاول دانيال إنه يواسيها. ومن ناحية تانية بيتخانق فليتشر مع إيما بسبب اللي بتعمله مع صاحبتها، بيقول لها إنها اتغيرت وبقت عدوانية وكمان بقت دايما عصبية، فبتتضايق إيما وبتحس إنها فعلا ما كانش المفروض تعمل كده مع ليف. وتاني يوم الصبح بتروح ليف النادي وبتشوف إيما وهي بتجري وبتحاول إنها تتكلم معاها وبتنادي عليها، لكن إيما بتسمعهاش. وبعدها بتتصل إيما بليف علشان تصالحها، لكن بيرد عليها المساعد بتاعها وبيقول لها إنها مشغولة ومش هتعرف تكلمها دلوقتي، والاتصال بيقطع وما بيعرفش إنها إيما اللي بتتصل. وفي يوم بتقابل إيما نيت أخو ليف بالصدفة وبيطلب منها إنها تروح معاه يشتري بدلة الفرح، وبتبقى إيما متضايقة وبتقول إنها حاسة إن كل حاجة في حياتها متلخبطة، وبيتكلم معاها وبيواسيها، وبتحس إيما إنه معجب بيها. وأخيرا بيجي يوم زفافهم وبتبدأ كل عروسة منهم تجهز نفسها، وبيروح والد إيما ليف وبيبارك لها. وبعد ما بيمشي بتفتكر ليف إنها سرقت ألبوم الصور بتاع إيما اللي هيتعرض في الفرح وحطت لها مكانه واحد تاني، وبسرعة بتطلب من المساعد بتاعها إنه يروح يديها الألبوم اللي هي سرقته، لكن هو بياخده منها وبيرميه لما بيخرج وما بيوصلوش لإيما. وبتوصل مامة إيما وبتشوفها وهي لابسة الفستان وبيعجبها شكلها وفستانها جدا، وبيديها باباها الصندوق اللي كانت بتجمع فيه حاجات العرايس هي وليف لما كانوا صغيرين. وفي الوقت ده بتدخل ماريون وبتطلب من إيما إنها تخرج من أوضتها وتنزل لقاعة الفرح، وفي نفس الوقت بتخرج ليف كمان، وبتبقى كل واحدة فيهم نفسها تشوف التانية بالفستان، ولما بيتقابلوا بيبتسموا لبعض وما بيتكلموش. وبمجرد ما بتدخل إيما لفرحها بيتعرض فيديو في صور ليها وهي شاربة ومش في وعيها، وبتعرف إن ليف هي اللي بدلت الصور، فبتجري الفرح ليف وبتوقعها على الأرض وبتضربها لأنها بوظت لها فرحها. بيفضلوا يتخانقوا لحد ما يتعبوا وبيسكتوا، وبتعتذر لها ليف وبتقول لها إنها حاولت تصلح اللي هي عملته لحد آخر لحظة، وبيبصوا لبعض وبيتصالحوا. بعدها بيتكلم فليتشر مع إيما وبيقول لها إنها بوظت فرحهم بسبب اللي بتعمله هي وصاحبتها، وبيقول لها إنه بقى حاسس إنها اتغيرت وبقت واحدة تانية مستهترة رغم إنهم أصحاب من 10 سنين. فبتقول له إيما إنها اكتشفت إن هما مختلفين عن بعض وإن هو مش بيدعمها في أي حاجة، بتودعه وبينفصلوا يوم زفافهم. وساعتها بتحس ليف بالذنب إنها بوظت لها فرحها وبتعتذر لها، وبتقول لها إن هي كمان مش هتتجوز، لكن إيما بتحاول تقنعها إن هي وخطيبها ما كانوش مناسبين لبعض وعشان كده ما كملوش، وإن هي ملهاش ذنب في اللي حصل، وبيحضنوا بعض وبيتصالحوا. وفي الفرح بيطلب أخو ليف من إيما إنها ترقص معاه، وبيقول لها إنه بيحبها وبيعرض عليها الجواز وبتوافق. وبعد سنة بنشوف إيما وليف رجعوا أصحاب قريبين تاني، وبيعرفوا بالصدفة إنهم حوامل وكمان هيولدوا في نفس اليوم. الفيديو ده كتبته إيمان ماهر وسجلته أمل عقيل ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.